السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 96 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. وصلنا لدعم ومعالجة الدرسين 23 و 24. الدرس 23 كان هو مثلثات التصنيف وإنشاءات، والدرس 24 كان الزمن. نديرو دعم ومعالجة ديالهم بجوج. النشاط الأول هو خاص بدرس المثلثات، ألاحظ المثلثات وأكمل الجدول. أكمل الملء ديال هذا الجدول اللي هنا، لاحظوا معايا هاد المثلثات هادو. كنعرفوا بأن أنواع المثلثات كما إما مثلث قائم الزاوية، عنده زاوية قائمة يعني 90 درجة، أو مثلث متساوي الساقين يعني عنده جوج أضلاع قد قد، أو مثلث متساوي الأضلاع يعني جميع الأضلاع ديالو متقايسة، ثلاثة الأضلاع ديالو متقايسة، أو مثلث عادي ما فيه تخصية من هاد الخصائص هادو. تابعوا معي. إذن كاين اللي غنشكو فيهم غنتحققوا، وكاين اللي ما غنتحققوش يعني باين واضح من الأول شنو هو. بحال دابا مثلا هذا راه واضح أنه قائم الزاوية، هذا واضح أنه قائم الزاوية، واضح. بغيتو تأكدوا كتأكد شنو كدير، كتجيب المثلث ديالك وكتحطو بحال دابا هاد الأربعة هاد. كتأكد بأن هاد الزاوية هادي راها قائمة، هادي اللي هنايا، كتجي لهذا تاني مثلا وكتأكد، كتعرف بأن هاد الزاوية هادي راها زاوية قائمة. لاحظ جيدا، هاهي، لاحظوا معايا هاد الزاوية قائمة، واضح. إذا هذا جوج وربعة زوايا مثلثين فيهم زاوية قائمة، مثلث قائم الزاوية جوج وربعة كما تأكدنا. هذا شنو عندنا؟ نشوف واش كاين شي مثلث آخر قائم الزاوية. لا، إذا شنو بقى لنا؟ نشوفو مثلثات اللي متساوية الساقين، مثلث متساوي الأضلاع، نشوفو متساوي الأضلاع. نشكيت في هاد ستة، في هاد ستة هذا، وفي هاد تمنية. نتأكدو كيفاش كدير؟ تأكد، كتشد البركان وكتحس دير هاك هاد الضلع، نشوف واش قد هاد الضلع. تأكدوا بعدا مزيان، نحطو نتابع هذا واش قد هذا، واش قد هذا؟ لا. اذا هذا شنو هو؟ هانت هذا، شوف هذا جا كبر منه وهذا جا كبر منه، اذا هذا يكون غالبا متساوي الساقين. هانت لاحظ معايا هذا قد هذا وهذا ماشي قدو، واضح. اذا هذا متساوي الساقين، هاد العلامة ديال التقايس، يعني هاد الضلع قد هاد الضلع وهذا ماشي قدهم، واضح. إذا متساوي الساقين شحال الرقم ديالو هنا؟ ستة. ديروه بلون مغاير باش يبان. متساوي الساقين ستة. نزيدو نشوفو واحد آخر، هذا تا هو الثلاثة غالبا غيكون متساوي الساقين. نتأكدو، شوف هكا هكا متساوي الساقين، نشوف واش متساوي الأضلاع. لا، إذا ثلاثة متساوي الساقين. نزيد، إذا دوزنا ستة ودوزنا ثلاثة بقى لنا الواحد. الواحد نشوفو شنو هذا؟ ماشي قد هذا، ماشي قد هذا، وماشي قائم الزاوية. باش نتأكدو من أنه قائم الزاوية كنجيبو المثلث هكا، ماشي قائم الزاوية. إذا هذا هو هنا، هو الواحد هنا، واضح. والجوج والربعة عندهم مثلث كل ضلعين من أضلاعه الثلاثة ليس لها نفس الطول، يعني حتى ضلع ما كيشبه الضلع آخر. إذا هذا الواحد ما عنده لا متساوي الأضلاع ولا متساوي الساقين ولا قائم الزاوية. نزيدو نشوفو الأربعة، الأربعة ودرنا قائم الزاوية، ثم غنشوفو السبعة، السبعة حتى ضلع ما كيشبه شي ضلع وما فيهش زاوية قائمة. إذا غنديرو هنا الجوج، دابا نتأكدو من الجوج. الجوج حنا قلنا قائم الزاوية، بقى لنا التمنية، نشوفو التمنية، نتأكدو منو شنو هو. تبع معايا، هات هات التمنية، هات قد قد هادو، تا هادو قد قد. إذا هذا ثلاثة الأضلاع ديالو متقايسة، إذا شحال نسميو هذا؟ متساوي الأضلاع، ثلاثة ديال الأضلاع ديالو متقايسة، التمنية متساوي الأضلاع. شنو بقى لنا؟ بقى لنا الخمسة، الخمسة غنشوفو هذا قد هذا،
وهذا ماشي قلتهم. إذن هذا متساوي الساقين، خمسة متساوي الساقين. شنو لاحظتوا؟ أن الثمانية متساوي الأضلاع، هذا بوحدو الأضلاع ديالو كاملة متقايسة، هذا متساوي الساقين غير الرجلين ديالو اللي متقايسين هادي قد هادي، وثلاثة تاهية فين هي الثلاثة هادي قد هادي، وستة تاهية فين هي ستة هادي قد هادي. هذا اللي يدوخكم هو وهذا، أي بالك بحال راه متساوي الأضلاع، ولكن لا من اللي جا قصناه بالبركة عرفنا بأنه فقط متساوي الساقين. المثلثين قائمي الزاوية هي الجوج والأربعة، هذا والأربعة فين قائم الزاوية؟ قائم الزاوية هنا هذا بلايص هادي، هذا هنا وهذا قائم الزاوية هنا، وهذا تما كاين 90 درجة. مثلث زوايا ثلاث حادة، اش كتعني حادة؟ يعني أنها أقل من 90 درجة. شنو هو اللي أقل من 90 درجة؟ مثلا ستة، هذا أقل من 90 درجة، عنده 60 60 60، يعني كامل، لا ماشي كامل 60، غير هذا وهذا، هذه ما حسبناهاش، ولكن كلهم أقل من 90 درجة. ثم 8، الثمانية هذا متساوي الأضلاع، فيه هذه قد هذه قد هذه 60 60 60، إذا 8. ثم عندنا 3 حتى هو الزاوية ديالو كاملة حادة، حادة يعني أقل من 90 درجة، 3 والخمسة، الخمسة حتى هي كاملة أقل من 90 درجة. المثلثات اللي فيها زاوية منفرجة، مثلا هذه أنا أعطيكم مثلث الزاوية منفرجة هي أكبر من 90، هذه مثلث 1 والمثلث 7، واحد فينا هو واحد، فين هي الزاوية المنفرجة ديالو؟ الزاوية المنفرجة ديالو هي هادي، هانت هادي أكثر من 90 درجة، إذن هادي هي الزاوية المنفرجة، هي واحد. لاحظنا وهنا هاد المثلثات كل ضلعين من أضلاعي الثلاثة ليس لها نفس الطول، هذا بل واحد، هذا ماشي قد هذا ماشي قد هذا، الجوج هذا ماشي قد هذا ماشي قد هذا، الربعة كذلك، هذا لا يقيس لا هذا ولا هذا، والسبعة كذلك، هذا ماشي قد هذا وماشي قد هذا. فوالا نمر الآن السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 شوفوا ما هو المطلوب في هذا السؤال، لاحظوا معايا، ألاحظوا العداد وأكمل، نلاحظ هذا العداد هذا الكرونو ونكمل. هنا عندنا 12 اس يعني 12 سكوند 12 ثانية، هي هذا بلاست ثواني بلاست الدقائق وهذه بلاست الساعات، واضح؟ إذا عندنا هنا 12 ثانية هي مكتوبة الفوق، ياك من كدوز 14 ثانية شنو كتولي؟ كيولي 14 زدناها على 12 هاك تولي، كتولي 26، هاي كتبناها 26 ثانية. من كنزيدو عليها زائد 15، 26 زائد 15 نديرو هنا مثلا 26 زائد 15، 5 زائد 6 11، نكتب 1 يحتفظ ب 1، 2 زائد 1 3 و 1 4، إذا شحال تكون هنا من ثانية؟ 41 ثانية. وشحال تكتب هنا؟ 41، نكتبوها غليظة باش تبان، 41، شنو؟ S. من مور 41 كان من بعد 50 ثانية، هات لاحظوا معايا 41 نزيد عليها 50، تابعوا معايا، 1 زائد 0 1، 4 زائد 5 9، ولكن 90 حنا ما كنفوتو 60، إذا 91 نقصوا منها 60، 91، 1 نقصوا منه 0 كيبقى 1، 0 نقصوا منها 3، إذا كتبقى لنا 1 دقيقة وكتبقى 31 ثانية. هذا إذا شحال عندنا هنا؟ 1 دقيقة و 31 ثانية، نديروها هنايا، 1 دقيقة و 31 ثانية، وهنا اش غنكتبو؟ غنكتبو 1 مينوت و 31، غنكتبوها واش تقدنا؟ 31 اس، 1 مينوت و 31 اس، هاد 1 مينوت و 31 سكوند زدنا عليهم 65 ساعة، 65 دقيقة. واضح؟ هانت نديروها تاني هنا، 1 دقيقة و 31 ثانية، دقيقة و 31 ثانية، شحال زدنا عليها؟ زائد
65 65 دقيقة 65 دقيقة اش كتعني؟ كتعني 65 دقيقة راه خصناش نخليو فوق 60 دقيقة 60 دقيقة كتعطينا ساعة واحد ساعة إذا شنو نقولوا واحد ساعة وشحال كيشيط من الساعة كتشيط منها 5 دقائق و5 دقائق و31 ثانية لأن هذيك 65 هذا 65 رديناها 60 يعني ساعة و5 زائد 5 دقائق واضح هي هذه ساعة و5 دقائق و31 غتبقى هي النيت غتبقى هي النيت هذه تحيدت ساعة و5 دقائق كتولي 6 ديال الدقائق هانت هنا لازلنا بحال دابا هاد 60 هي هاد الساعة هادي الخمسة دقائق غنزيدوها مع هاد الدقيقة غتولي 6 دقائق تبعو معايا هاد الدقيقة زدنا مع هاد 5 دقائق لأن 60 هي عطاتنا الساعة دقيقة زدناها هاد الدقيقة زدناها مع هاد 5 دقائق ولا 6 دقائق 31 ثانية راه بقات هي ما تبدلتش 31 ثانية إذا هنا شنو غنكتبو واحد ساعة و 6 مينوت والتحت هنكتبو شحال من سكوند 31 اس فهمتو دابا الفكرة كيفاش كنوصلو 60 كنحولو وصلنا 60 ثانية حولنا الدقيقة وصلنا 60 دقيقة حولنا للساعة نمر الآن للسؤال رقم 3 لاحظوا معايا السؤال 3 يقول أحيط بخط المدة الزمنية المناسبة كما في الأمثلة هنا عندنا نسلقو بيضة واش نطيبوها ولا نسلقوها واش غنحتاجو 3 دقائق ولا غنحتاجو 3 السوايع 3 السوايع راه خيكون لي كان غادي يطيب 3 السوايع الكوكوطه طيب في نص ساعه اي حاجه اذا 3 السوايع راه بزاف اذا 3 دقائق هي المناسبه مشاهده فيلم شحال غيكون فيه واش يومين ولا ساعتين كاين شي فيلم اللي كتشدو يومين لا بزاف بعدا كنتي تفرجي في مسلسل واش ديتيه نهار وليل إذا ما يمكنش إذا ساعة هو المدة ديال الفيلم عطات نهاية الأسبوع عطات نهاية الأسبوع كما كتعرفوا هي السبت والأحد إذا واش فيها ساعتين ولا يومين بطبيعة الحال يومان السبت والأحد ثم عندنا الأسبوع شحال فيه واش 7 أيام ولا 7 ساعات السيمانة هي الأحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت إذا 7 أيام في الأسبوع اليوم شحال فيه واش 24 ساعة ولا 24 دقيقة طبعا الحال في 24 ساعة واضح نمر الآن للسؤال رقم 4 لاحظوا معي السؤال الرابع يقول 4 enfants 4 enfants ont réalisé les scores suivants يعني داروا هاد النتائج التالية dans une course rapide واحد سباق سريع يعني مثلا كيكون فيه 100 متر او 200 متر يعني مسافه قصيره كيكون فيها السباق سريع خديجه دات 1 مينوت و 1 مينوت شنو هي كما كتعرفوا نتوما هي 60 سكوند مهدي دات 59 سكوند تيتري دات 1 مينوت اللي هي 60 سكوند و 15 سكوند يعني زائد 15 شحال كتساوي؟ كتساوي 75 واضح؟ وهنا موسى دار 70 إذا شكون فيهم اللي وصل هو الأول؟ هنا 60 حولناهم كامل لي سكوند كامل حولناهم الثواني هنا 60 ثانية هنا 59 هنا 75 وهنا 70 إذا كي غاني لا كورس هو اللي جاب أقل عدد اللي ربح السباق هو اللي جاب الأقل هو المهدي هو اللي ربح السباق لأن عنده أقل توقيت اللي هو 59 إذا المهدي هو اللي ربح السباق هنا كي في لو بلو دو طون الوقت اللي دار الوقت بزاف اللي تعطل هانت هنا عندنا هاد الجوج تعطلوا هذا 70 وهذا 75 إذا شكون اللي دار الوقت معطل وتيتريت هو هاد البنية هادي جات هي الأخرى تيتريت تيتخيط جات هي التالية كاع هي الأخرى فيهم لأن جاب دقيقة و 15 ثانية واضح نمر الآن السؤال رقم 5 شوف شنو مطلوب في هذا السؤال وهذا هو السؤال الأخير في هذه الصفحة قالك جو كونستخوي أ لاد دو لا ريغل قالك أنشئ يعني باستعمال
La règle est le mestara et du compas ou le berka un triangle واحد مثلث ABC avec AB 6 cm BC 5 cm ou AC 4 cm. Idem بداو بهادي هي الاولى AB نديرو فيه 6 سنتيمتر لاحظوا معايا ناخذ ورقه اذا هنا نشوفوا 6 سنتيمتر منين تبدا من الراس ديما شوف بدا من الراس هنا 6 سنتيمتر هاي اذا هذه شنو هي كما قلنا ا بي ها ا ها بي شنو المعطى الاخر اللي عندنا بي سي 5 سنتيمتر كنشد البركار ديالي وكنعبر 5 سنتيمتر كنحط هنا في الاخر وكنمشي ل 5 وكنحط اذا هذه هي 5 سنتيمتر اش قلنا بي سي اذا بي ها هي كنحط فيها ونقلب على النقطه سي كندير واحد القوس لاحظوا معايا كندير قوس كبير باش يتلاقى لي مع القوس الاخر اللي عند صاوب عارف واش كتبان لكم القوس بالبركار ولا بالقلم الرصاص ولا لا انتما شوفونا نوضحو كثر اذا هذا شحال فيه 5 سنتيمتر دابا باقي ما عرفناش في عند جي سي باش نعرفوها نمشيو لاسي اسي شحال كيقولنا 4 سنتيمتر غنجيب ثاني البركار ديالي وغنصاوب 4 سنتيمتر نجي هنا ونعبر 4 هذيك الراس 4 سنتيمتر تجي هنا دابا من ا لسي من ا غنشدها من ا وندير قوس اخر اللي تلاقى لي مع هذا القوس اللي صابت في الاول لاحظوا معايا شفتوا اذا هذه هي الراسين فين تلاقى اذا هذه هي النقطه سي وكنكمل كنصاوب هاد الاضلاع اللي باقا ناقصني كنصاوبهم اذا هو وغادي نتاكدوا من القياسات دابا لان هذه هي الطريقه الصحيحه اذا شنو قلنا ا بي 6 سنتيمتر كنشدو ثاني ونعبروا 6 ولا لا هاهي كيما كتشوفوا هاهي 6 سنتيمتر شتو شنو عندنا موراها بي سي 5 سنتيمتر ها بي سي شتو 5 سنتيمتر شتو ثم شنو بقى لنا ا سي 4 سنتيمتر نجيو ل ا و سي كما كتشوفوا هي 4 سنتيمتر واضح وهكا كملنا التمارين ديال الصفحه 96 الى اللقاء